السلام عليكم متابعينا الاعزاء في كل مكان، اهلا بكم في البدايه. لو انت في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بكل جديد، واثنين اعمل لايك وشير الفيديو ده. بدر بنون الاسم اللي كان عامل ضجه اول ما وصل النادي الاهلي، وفعلا شفنا الفرق ما بين الكواليتي بتاعته وكواليتي بقيه المدافعين اللي جنبه، وشفنا قد ايه كان فارق مع خط دفاع النادي الاهلي. ولكن بعد اصابته والمضاعفات اللي جات له ايام امم افريقيا او قبل امم افريقيا وغيابه لمده 4 شهور اثرت بالسلب طبعا على النادي الاهلي. شفنا اللاعب بدا يرجع من تاني ويشارك في التدريبات من تاني وياخد دقائق في بعض المباريات، ولكن لسه ما استعادش اللياقه الكامله بتاعته، ولكن حاليا خلاص الموضوع مفتوح قدام رحيله. للاسف الموضوع غير مش فني قوي على كلام، يعني زي ما الكابتن احمد شوبير كشف وقال ان العلاقه متوتره بين بدر بنون واداره النادي الاهلي بقالها فتره بسبب تصرفات بدر بنون، اللي هو في مباراه الوداد كان راح في غرفه خلع ملابس الوداد، كلم مع اللعيبه، برضو موضوع مباراه الرجاء كلام من ده، لم يتعامل بشامل الاحترافيه مع جمهور النادي الاهلي، فده كان مضايق الاداره منه. وبالتالي كمان وجود العرض الضخم اللي جاله لرحيله عن النادي الاهلي في الفتره الجايه ده خلى الموضوع وسرع الموضوع ان هو خلاص بدر بنون بقى خارج النادي الاهلي. الموضوع خلاص في خلال الساعات هيتم اعلان رحيل بدر بنون الى فريق في الدوري القطري، وهو قطر القطري جاي له عرض ب 2.5 مليون دولار، مبلغ ضخم. ده غير ان بدر بنون هياخد 1.5 مليون دولار في السنه بعقد لمده 3 سنين، يعني 4.5 مليون دولار، فبالتالي رقم كويس جدا لبدر بنون. في نفس الوقت 2.5 مليون دولار عقد شراء العقد بتاعه من النادي الاهلي يعتبر مكسب للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي كان شاريه ب 2 مليون دولار وهيبيعه ب 2.5 مليون دولار. ولكن الانقسام اللي حادث داخل النادي الاهلي حاليا هو ان النادي الاهلي فعلا محتاج بدر بنون، لان احنا شايفين خط دفاع النادي الاهلي واقع ومحتاج تدعيمات في الفتره الحاليه. طبعا مش هتقدر تعمل تدعيمات لحد نهايه الموسم، او حتى لو عملت تدعيمات فمش هتشارك معاك غير في الموسم الجديد، وبالتالي ضروره ملحه وجود بدر بنون في النادي الاهلي في الفتره الحاليه علشان يرفع من الكواليتي بتاع المدافعين بتاع النادي الاهلي، وهيطمنك وبيقدر يبني الهجمه بشكل صحيح من الخلف للامام. ولكن خلاص يعتبر يعني اداره النادي الاهلي عندها وجهه نظر تانيه وشايف ان خلاص العرض ده كويس وما ينفعش اترفض، وبالتالي خروج بدر بنون من النادي الاهلي بقى هو الشيء المؤكد منه، وهيتم الاعلان عنه في خلال الساعات القادمه ان شاء الله. في النهايه ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه. سلام.